مرحبا، معكم كلوديا. اليوم الأربعاء بتاريخ 28 سبتمبر سجل مؤشر الخوف بيكس 31، وهو المقياس الأول والرئيسي لتقلبات سوق التداول والأسهم، كما يساهم في قياس معنويات المستثمرين. ويرتبط هذا المؤشر عكسيا مع مؤشر S&P 500، وإن القيمة الإرشادية النموذجية لهذا المؤشر هي 30. فعندما تكون قراءة بيكس أعلى من 30، هذا يعني تقلبات عالية وخوف في الأسواق، وعندما تكون قراءة فيكس أقل من 30، فهذا يعني الاستقرار والرضا في الأسواق. وعندنا اليوم تقارير مهمة لتأثر على الأسواق العالمية: تقرير مؤشر مبيعات المنازل على الساعة 6، وحديث جيرام باول الساعة 6:15، تقرير مخزون النفط الأمريكي على الساعة 6:30 بتوقيت الإمارات. كانت معكم كلوديا، أتمنى لكم التوفيق وشكراً.